بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الاخوه. اليوم في حلقه جديده غادي نكتشفوا مع بعضياتنا فتح العلبه ديال درون مافيك ميني، اللي هي درون اصغر درون دي جي اي 249 غرام. هي برا المغرب دائما كتحتاج رخصه باش تطيرها، ولكن للاسف في المغرب غادي خصك الرخصه. يعني كاع لي درون هنا في المغرب موجهين للشركات ولا للعمل بروفيسيونيل، وحنا حصلنا عليها حيت شركة ديال ليفينمونسيال وكنخدمو بها في الأعمال ديالنا. نفتحو العلبة. كنلقاو ديجا واجدة. هيا هذا ليكارت ديال السيكوريتي الا بغيتي طير وسط الدار. العلبة فيها مازال جوج كراتن، شارجر، كتيب، والباتريات. الباتريات حيت هذا باك فلاي مور كومبو كيجيو فيه بزاف ديال الباتريات. نفتحو هذه مع بعضياتنا. هاي الدرون كما كتلاحظوا هالي ديالي شحال صغيرة وخفيفة. هذا التليكوموند، هذا التليكوموند، وهذا الشارجور ديال لي باتري اللي كيشارجي لنا ثلاثة ديال لي باتري متابعين، ماشي فوقت واحد. المهم كديرهم كتخشاوهم هنا. حنا نشوفو دابا كيفاش كيتخشاو. هنا كاين الكارلاج على حساب التليفون اللي عندك، واش ايفون ولا كاين. هنايا هادو جوج ديال مانيطات زايدين سكور، حيت في المافيك ميني كيجيو المانيطات هنا لتحت هاهما، و كنركبوهم هنايا. هنا بلاصة البورتابل، هنا كيجي البورتابل باش تشوف الصورة ديال، كيجي بحال هكا باش تكون عندك الصورة ديال الخلفية ديال داكشي اللي كتصور. هنا كابلات، كابل ديال الشارجور USB هادي، هنا الكابلات ديال التليكوموند، وهنا هذا طونوفيس باش تبدل الا بغيتي تبدل لي زيليس، هما هاد الفرفارات هادو الا بغيتي تبدلهم. كيجي باك فلاي مور كومبو، باك كامل متكامل. هنا كيجيو دي زيليس زايدين هاهما، الى طاحت لك و هرسو هادوك هاهما زيليس جداد، تيجيو مع ثلاثة زايدين. هنا كيجي شارجر، شارجر
لافونتاج ديال هاد الدرون هذا هو انه كيقدر يتشارجا باي شارجور ديال التليفون ولا يعني ما كاينش مشكل. هذا الشارجور نشوفوا الباتريات هما كيجيو هنا كيجيو هما كل واحدة مسدودة وكنكسيوهم في باش يتشارجا. هادو دي باتري انتيليجون. كيفاش انتيليجون؟ يعني نتا هما كي كدير ليهم ميزاجور باتريات ديال مافيك ميني ولا مافيك اير ولا مافيك اير دي جي اي كاملين ديال دي جي اي كاملين كيكونوا دي باتري انتيليجون كيدير ليهم كيكون عندهم سيرفو ديالهم هنا وكيدير ليهم حتى هما ميزاجور باش يتادابطاو الفولتاج على حساب تمبيراتور امبيونت وعلى حساب المتطلبات ديال الدرون وهي طايرة. هاو الشارجور هذا ديال لاغري دو بروتيكسيون. هذا بالنسبة للمبتدئين ولا لا بغيتي طاير في وسط الدار ولا هذا كتركبو في الدرون وكطير. هو انا كنفضل هاد مافيك ميني علاش؟ حيت خفيفة كما كتلاحظوا خفيفة حنا مع بعضياتنا خفيفة. بعدا تايلا طاحت ولا طراسي ولا هذا راه ما كت هي براسها حيت خفيفة ما كيطراش ليها لي ديكا بزاف. وكتصور دو فيرغول سات كا يعني ما كنصورش كا 4 كا. بيني وبينك دو فيرغول سات كا مزيانة اصلا فين هي التلفازة 4 كا مازال ما خرجاتش يعني ما تعمماتش على كاع الناس. ميم يوتيوب كيخدم 1080 زعما فول اتش دي. في نظري انه هاد الدرون هادي مزيانة. هاي بلاصه الباتري ملي كيتشارج الباتري كنديرو هنايا كنديرو في الدرون نشوف ونشعلوها. لا ديما واحد النصيحة عمرك ما تشعل الدرون وهذا الكاش ديال الجيمبل راكب حيت غتبقي تخرج عليها. ها الجيمبل ها الكاميرا نشعلوها خاصها تشارج لي باتري تا واحد ما مشارجي. دونك نحيدو الباتري ونخليو هادشي يتشارج. بالنسبة للتليكوموند ها هي كيجي الكابل. بالنسبة للحالة ديالي أنا عندي كابل لايتنينغ ديال الايفون كيركب هنا. كيجيو معاه ثلاثة الكابلات USB-C كيجي كابل USB-C و كابل لايتنينغ ديال الايفون وكابل USB عادي ديال التليفونات القدام ولا اي تليفون وكيجي بحال هكا صافي. باش كيجي التليفون كيتخشى هنا
صافي وكيخدم بحال هكا. نشعلو دابا التليكوموند باش تشعلها، كتورك توريك الاولى عادية، توريك الثانية مطولة. هيا دابا التليكوموند كتقلب على الدرون، الدرون باقي ما شعلاتش باش تطويها نفس العملية، جوج توريكات، توريكة خفيفة توريكة تانية طويلة. بالنسبة للدرون ها هو الباتري كيتشارجا كما كتلاحظوا، ها هو كيتشارجا، غير يتشارجا يسالي. نشوفو واش غادا تشعل بهاد شوية ديال الشارج. نركبوا الباتري هنا كومبارتيمون ديال الدرون، هنا بلاصة الكابل ديال الشارجور إلا بغينا نشارجيوها في الطوموبيل ولا في شي بلاصة، وهنا بلاصة لا كارت اس دي نشيلوها. هاي هاي شريط، هاي كنت تسيني بهاد الأحمر والخضر، كتقلب على التليكوموند. هاي مني غادا تقلب على التليكوموند، كونيكتيوها وهي دابا جاهزة للإقلاع. والجيمبل ها هو شو خدام، الجيمبل هو مثبت الكاميرا، مثبت الاهتزاز. شو العمل ديالو؟ سي فين ما كتمشي الدرون هو كيبقى ثابت. ايوا الاخوة، هذا كانت حلقة ديال ديبالاج ديال درون مافيك ميني. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة وعجباتكم، وان شاء الله نتلاقاو الاسبوع القادم في حلقة جاية في ديبالاج ديال برودوي جديد. شكرا على المتابعة، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش ديروا لنا لايك الى عجبكم الفيديو، وشكرا على الوفاء ديالكم. شكرا.